طبعا في شهر آذار للعام 2019 قام النظام باحتلال 39 مدرسة من مدارس حماة، كما قصف 14 مدرسة دمرها تدمير شبه كامل. طبعا في 27 و 28 4 2019 تم قصف مبنى مديرية التربية والتعليم في حماة، حيث أدى هذا القصف إلى تدمير المبنى بتدمير شبه كامل وخروجه عن الخدمة. طبعا حتى تاريخ اللحظة يوجد لدينا 14 مدرسة في ريف حماة الشمالي الغربي. نسعى لإن شاء الله أن يهدأ الوضع الأمني ليتم كونها يوجد فيها بعض من الأهالي وعدد لا بأس به من الطلاب. نتمنى أن يتم تحرير جميع المناطق التي احتلها النظام وحلفاء الروس، ليتم افتتاح مدارس تستوعب جميع طلاب حماة في مختلف المراحل الدراسية. نحن آخر مرة بسنة الماضية كنا نروح على المدارس وصار قصف على المدارس ورجعنا على البيت وما ضل أمان، وإحنا ما عاد خلونا نرجع المدارس. نحن سكرت عنا المدارس بسبب قصف الطيران الروسي. يعني بالنسبة لي أنا ما عاد أمن أدز ابني على المدارس يدرس لسبب القصف.